عليكم. ان شاء الله معاكم كلينيكال، اخر جزء في الكلينيكال بارت 7. احنا بنتكلم، وقفنا على الاكزامينيشن اوف اي، الاكزامينيشن بتاع العين. بعد كده قال لك اول حاجه هتدور على الحاجات اللي هتدور فيها في العين، يعني بسرعه نقول الفيجن ديفيكالتي، يعني عندك صعوبه في الرؤيه، عندك الام في عينك البين، استرابيزمس، يعني حاول تبص على العينين وتلاقي فيهم نسبه حول ولا لا، دايبلوبيا يعني ازدواج في الرؤية، اكتب جنبها دايبلوبيا يعني ازدواج في الرؤية، يعني شايف الحاجة. 2 ريدنس او سويلينج، احمرار او ورم في العين، ووتر ديسشارج يعني بتنزل افرازات مية. عندك مشاكل هيستوري اوف اوكيولار بروبلمز، يعني اوكيولار يعني عين، عندك مشاكل في العين يعني قبل كده، والجلوكوما يعني زيادة في ضغط العين، ودي حاجة لازم تلحقها بسرعة، لأن فجأة بيزيد ضغط العين وخصوصا في الستات في الفيميل، بيعمل احمرار شديد ونقص في نقص في الرؤية كل شوية، كل ساعة بتعدي نقص في الرؤية، وممكن تفقد النظر لو ما دخلتش عمليات طوارئ. ودي من الحاجات، الطوارئ طبعا العملية ان هو بيفضي بيعمل تفريغ للسائل اللي في العين، طبعا السائل اللي في العين ده مفروض ليه يعني بيتكون في العين، وبعد كده بيحصل له ان هو الجسم بيتخلص منه تاني، انما لو اتحبس في العين عمال يزيد في العين يزيد في العين، فطبعا العملية ان هي بتعمل له مخرج عشان الفلويد ده يخرج بره العين، ويحصل انه يقلل ضغط العين، ده اساس العملية. وبعد كده تسأل على العيان رقم 8، use of glasses or clinical lenses، هل هو بيستخدم نظارات او كونتاكت لينسز اللي هي العدسات. وبعد كده بيشن سنتر ديكير، ايه ملهاش لازمة خالص دي، ايه بيشن سنتر كير يعني بيروح يعني يكشف على العين ولا ايه، ملهاش اي لازمة خالص. يبقى دي الاسئلة اللي هتسألها. الصورة اللي تحت دي صورة للجلوكوما، شايف العين، العين حواليها احمرار شديد جدا، وتسأل عيان مش عارف يشوف منها، وصداع شديد جدا، والعيان بيشتكي من صداع شديد جدا، وده من احد اسباب الصداع الجلوكوما. الاسباب حاجتين في العين ممكن يعملوا صداع، ان هو نقص في الرؤية، او ان عنده جلوكوما، والجلوكوما تعمل صداع شديد جدا واحساس بالترجيع من كتر الصداع، يبقى صداع واحساس بالترجيع اللي هو نوزيا، واحمرار في العين شديد، ونقص في الرؤية على مدار كل ساعة بيقل النظر، فلازم يدخل عمليات ضروري. والصورة اللي جنبها دي الاسترابيزماس، استرابيزماس قلنا اللي هو الحول، لو بصيت هتلاقي دي في نص العين، هو المريض ده بيبص قدامه مباشرة، فالعين دي كويسة انها بتبص على التارجت لانها موجودة في نص العين، البيوب اللي هي السودة موجودة في نص العين، اما العين دي هتلاقي البيوب الحادفة لاترال شوية، فده عنده استرابيزماس او حول. بعد كده الاي ليد واللاشز، المعلومة المهمة جدا في الاي ليد واللاشز، طبعا انت هتدور في الاي ليد يعني الرموش، في ابر اي ليد وفي لور اي ليد، صح؟ الابر اي ليد الرمش العلوي، الرموش بصفة عامة هتدور فيها على ايه، هتلاقي فيها افرازات اللي هو الغماص اللي بيطلع ده افرازات بتدل على انفكشن، صح؟ واحيانا يطلع حاجات بتورم كده في الرمش، يعني حاجات ملكش علاقة بيها دلوقتي. وفي قاعدة بقى في الرمش يعني ممكن تتسأل فيها، ان طبعا العين، ادي العين الجزء الملون البني، العين اهيت الجزء البني ده، البني ده اسمه ايرس، الجزء الملون في العين اسمه ايرس، ايرس. طب وداخل الايرس السنتر بتاع الايرس، الايرس الاسود اسمه بيوبل، البيوبل دي بقى اللي بترياكت، يعني لو انت وجهت ضوء ليها بترياكت لللايت، بتوسع وتضيق ويحصل اكوموديشن لتو ذا لايت. طيب يبقى الايرس، خلينا بقى في الايرس. الايرس ده الجفن العلوي اللي هو الابر اي ليد، بيغطي الجزء العلوي من الايرس زي ما انت شايف، عشان كده جايبها لك ومكبرها لك. يبقى الرمش العلوي اللي هو الابر اي ليد هيغطي الجزء العلوي من الايرس، اما الجفن السفلي، الجفن السفلي مش هيغطي
اي حاجه من اللور ايرس، صح؟ طيب انا ليه بديك المعلومه دي؟ عشان لما اجي اقول لك في سقوط للجفن، سقوط للجفن اسمه توزيس، هتلاقي الايليد نزل وغطى البيوبل او نزل حتى للور ايريز او غطى العين كلها، فاهمني؟ فانت تبقى عارف ان هو بيغطي جزء صغير من الجزء العلوي، الابر ايليد بيغطي حته صغيره من الجزء العلوي بتاع الايريز اللي هو الجزء الملون. اهو توزيس، اهوت توزيس، حتى اهوت عشان كده تحتها التوزيس. توزيس انا قلت لك يعني تساقط في الجفن. والتوزيس ده بيحدث ليه اسباب، اشهر سبب نيورو ماسكولار ليها هو المايسينيا جريفز. ايه بقى المايسينيا جريفز ده؟ ده حاجة مشهورة جدا في هناخدها في نيورو. ده الوهن العضلات، وهن العضلات ده بيحدث في الفيميل اكتر، وده مرض مناعي بيحدث في الفيميل اكتر. بيحدث ان في ضعف في العضلات بيبدأ من فوق من الجزء العلوي الجسم ويمتد طول اليوم لتحت. ازاي؟ بيبدأ اول حاجة في الجفون، فتلاقي الست الفيميل اول حاجة عينيها بدأت تقفل، حصل لها باي لاترال، عينيها الاتنين باي لاترال توزيس. وبعد كده يحصل الكلام بقى اللي تحت عينيها ايه؟ يبقى الفم يبدأ اللسان يتقل، يبقى في صعوبة في الكلام. وبعد كده ايديها تتقل، يبقى في ضعف في ايديها، ثم رجليها على اخر اليوم خالص رجليها، فتلاقيها وقعت خالص على اخر اليوم. الويكنس بيحصل من فوق لتحت، بيبدأ بالعين بالايليد وينتهي للرجلين. على عكس الجلين باري اللي احنا هنتكلم فيه، في حاجة اسمها جلين باري بيبدأ من الرجل وينتهي فوق. يبقى تمام، يبقى المايسينيا جريفز ده نيورو ماسكولار ديس اوردرز، هو اوتوميون، مرض مناعي بيبدأ بضعف من فوق لتحت، من فوق من العين لتحت، ومن فوق لتحت اسمها ديسندنج مطر، يعني باترن. ديسندنج باترن يعني بترتيب من فوق لتحت، انك نازل يعني ديسندنج. على عكس الجيلين باري بيبدأ من الرجل وبعد كده يمتد لفوق، واسمه اسندنج باترن. يبقى انا عندي هنا المسينيا جريفيس بايلاترال توزيس للايلتس. بعد كده الحاجات اللوكالايزد بقى، الحاجات اللوكال في العين. يعني ايه لوكال؟ الحاجات الموضعية. يعني احنا مثلا اتكلمنا على المايسينيا جريفيس، ده مرض مناعي بيصيب الجسم كله، فبيخلي العينين الاتنين بايلاترال، فالحتة دي بتتسيل فيها، خلي بالك، فبتلاقي بايلاترال توزس. انما لو في حاجة لوكال، يعني عصب رايح للعين، طب ما انا كل عين بيروح لها عصب، انما لو عصب معين راح لعين، وليكن العصب اليمين اللي رايح للعين اليمين، العصب ده اسمه ايه؟ اوكيلوموتور نيرف، اوكيلوموتور او العصب النيرف رقم 3. طبعا انا عندي الاعصاب المخية 12 عصب. طيب من ترتيب العصب رقم 3 اللي هو الاسم اوكيلوموتور بيغذي عضلات العين، فطبعا من ضمنها العضلات اللي بتغذي الجفن. فلما يحدث مشكلة في العصب الأوكلوموتور أو العصب الثالث من الأعصاب المخية، يحدث إن يحصل إن الجفن يحصل له توزيس، بس هيحدث إيه؟ يوني لاترال. يوني لاترال يعني في عين واحدة، لأن أنا عندي عصب أوكلوموتور يمين وعصب أوكلوموتور شمال. طيب ونفس الموضوع الهورنر سيندروم، لو حصل طبعا انا هتكلم في الهورنر سندروم بالتفصيل فاجلها دلوقتي، ولكن يعني ان الهورنر سندروم برضو انت عندك الهورنر سندروم ده عبارة عن 3 حاجات، توزيس وميوزيس وانهيدروزيس، هتكلم فيهم بالتفصيل بعد شوية فاجلها اهو. بايلاترال توزيس، الست دي عندها مايسينيا جريفيس، ضعف العضلات، فحصل الجفني التو ابر ايليتس غطت الايرس. بس لو لاحظت انا مش غطت، ده غطت نص الايرس كامل، مش حته صغيره منه، خلاص. طيب تعالى بعد كده الهورنر سندروم. الهورنر سندروم ده من الحاجات اللي بتشتغل لوكال، يعني بتشتغل يوني لاترال. يعني الهورنر سندروم هتلاقي الراجل دوت اهوت، خلينا ناجلها لان الهورنر سندروم هتكلم فيه بالتفصيل، ماشي؟
لانها حاجه مهمه جدا. بعد كده هتبص على لون العين، هتلاقي جوندس. الاسباب الجوندس عندك ليفر سيل فيلير، فشل كبدي، واوبستراكتيف جوندس، واللي هي زي المراره يعني، الاوبستراكتيف جوندس يعني زي المراره، وعندك هيموليتيك جوندس يعني تكسير، هيموليتيك يعني دم، وليتيك يعني تكسير، يعني انيميا ناقصه عن تكسير كرات الدم الحمراء، يعني في حاجه معينه بتكسر كرات الدم في الجسم فيحدث عن تكسير كرات الدم جوندس، يعني يحدث صفره. ليه؟ لان الدم بيحتوي على البيليروبين، لما بتكسر الهيموجلوبين بيتكسر الى بيليروبين، فبيحدث ان البيليروبين بيعمل اصفرار في الجسم، بيعمل جوندس. يبقى في 3 حاجات بيعملوا جوندس: ليفر سيل فيلير، فشل كبدي، او اوبستراكتيف جوندس يعني حاجات زي المرارة، وهيموليتيك جوندس نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء. بعد كده نتكلم على بلو سكليرا. في لون ممكن عين تظهر فيه باللون الازرق، قال لك امتى؟ قال لك لو السكليرا رفيعة، تمام. طب ايه اللي خلي السكليرا في مرض من لما السكليرا بتبقى رفيعة بتبين الكولاجين اللي تحتيها، هي اساسا تحت السكليرا بيبقى فيه كولاجين، والكولاجين بيبقى لونه ازرق، فلما تبقى رفيعة السكليرا فتبين الكولاجين الازرق اللي تحتها يبان باللون ده. طب ايه اللي يخلي السكليرا رفيعة؟ قال لك في مرض مناع كونجينيتال وراثي اسمه اوستوجينيزا امبرفكتا، ده بيصيب حاجات كتيرة في الجسم بما فيهم العين، فخد بالك من الاوستوجينيزا امبرفكتا بيسبب بلو سكليرا، ماشي. طيب بعد كده البيوبل. البيوبل احنا قلنا اتكلمنا عن ان قلنا يعني العين الزرقاء الجميلة دي هتلاقي اللون الازرق الملون هو ده الايرس، وجواها اللون الاسود، السنتر بتاع الايرس الاسود هو ده البيوبل. طبعا احنا قلنا البيوبل بيترياكت لللايت، يعني حطيت عليها ضوء بتضيق بعدت وحطيتها في ضلمة، او الانسان قاعد في ضلمة فبتوسع معانا البيوبل، حتى احنا بنشخص الوفاة منها ان احنا ما بتستجيبش للضوء البيوبل، يبقى العيان مات من احد حاجات تشخيص الوفاة. طيب بعد كده قال لك الكوزيس اوف دايليتد بيوبل، يعني امتى البيوبل تبقى دايليتد يعني متسعة. قال لك حاجات كده مش مهمة بس انا افسرها لك حاجة حاجة. انتي هيستامينيك يعني مضادات حساسية، الادوية مضادات حساسية تعمل العين بتوسع البيوبل بتاع العين شوية. دي كونجيشن قطرات اللي هي مضادة للاحتقان، هتلاقي زي النوستامين قطرة، وبريزولين كان قطرة، البريزولين كان أشهر قطرة تحطها في العين، المفروض لو بصيت في البيوبل هتلاقيها اتسعت شوية. تراي سايكليك اند بريسانت ده نوع من أنواع مضادات الاكتئاب، الأقراص مضادات الاكتئاب. موشن سيكنس ميديسين، عارف انت الموشن سيكنس يا جماعة يعني عارف انت دوار السفر، يعني انت لما في ناس، بعض الناس لما بتركب عربية او بتركب سفينة او بتركب طيارة بيدوخ ويبدأ يرجع، هو ده الموشن سيكنس. ففي ادوية بتتاخد ليه عشان او يتاخد اقراص يعني قبل السفر مباشرة، الدكتور يقول له خد قرصين للادوية ليه عشان تقلل دخولك في الاعراض دي، فالادوية دي ممكن انها تعمل دايليتد بيوبل. وفي كمان انتي سيزر دراجز، يعني سيزرز يعني تشنجات عصبيه، الناس اللي بيجيلهم او الصرع، الناس اللي بيجيلهم صرع الناس اللي بتاخد ادويه مضاده للصرع، وميديكيشنز للباركنسونيزم، الادويه اللي بتعمل شلل اللي بتعالج مرض الشلل الرعاش، والبوتوكس. على فكره البوتولينيوم توكسين، هي البوتولينيوم توكسين ده يا جماعة البوتوكس اللي هو طبعا معروف البوتوكس اللي هو انت، بس الفكرة عايزين نعرف الفكرة جاية منين. كان تم اكتشاف مرض خطير جدا من حتى من العلب، كان مثلا علب التونة اللي منتهية الصلاحية او تخزينها وحش او بتعفن، وحتى اللانشون الحاجات دي يا جماعة تم اكتشاف الناس كانت بتاكلها، فيدخل بكتيريا اسمها بوتيولينيوم توكسين.
بتدخل، هي بتبقى متعفنة على الأغذية البايظة دي، فحضرتك تاكلها من هنا تبدأ هي تفرز توكسين في الدم، سموم في الدم. السموم دي بتعمل ايه؟ بترخي كل حاجة في عضلات جسمك، فتلاقي رخت جفنك، فحصل لك سقوط في الجفن، وعضلات عينك ما بتتحركش كويس اللي بتشوف، فحصل لك ازدواجية في الرؤية، وبعد كده العسمة في الكلام، يبقى ده اسمه ديسندنج، مطر من فوق لتحت. بس المشكلة في ايه؟ ايه اللي موتك بقى؟ وده اسمه البوتولينيوم توكسين، ده موجودة في الفسيخ، خلي بالك ركز، الفسيخ، عشان كده كنا بنقول الفسيخ بيموت. وطبعا لو جالك بتموت تقريبا، في حقنة بتتصرف بقرار وزاري تقريبا، سمعت عنها ب100,000 جنيه، بس تقريبا برضو نتائجها مش مؤكدة، يعني ممكن هتموت. هتموت ليه بقى؟ لأن بعد ما التوكسين ده بتشل العصب بتاع عينيك ثم بقك، تنزل على العصب بتاع الحجاب الحاجز وعضلات التنفس، فتعمل لك فشل في التنفس، تمام؟ فانت يجي لك فشل في التنفس، نهجان، مش عارف تتنفس، تموت. شوف بقى، طيب هم استخدموا الموضوع ده، قال لك تمام، ما تيجي نستخدم الموضوع ده، ادام هي بتشل البوتولينيوم توكسين دي بتشل العضلات، ما تيجي نستخدمها ازاي؟ قال لك بص، الرجالة والستات بعد سن ال30 بيحصل لهم كورجيشن في قريتهم، يعني الخطوط بتاعة العمر. طب الخطوط بتاعة العمر دي الطبية الناتجة منين؟ قال لك من انقباض شديد في العضلات بتاعة الفورهيد، يعني هتلاقي في عضلات في الجبهة بتشد جامد وعاملة كونتراكشن جامد. طب انا لو حطيت لها السم بتاع البوتولينيوم توكسين، فهتشل العضلة، فترخي العضلة، فمنطقيا كده الخطوط ديت هتروح، لان العضلة بقت ريلاكسد، صح؟ وهو ده اللي بيتم. بس من ضمن اعراضها ان احيانا ممكن تمتص شوية في الجسم وتروح للبيوبل وتعمل انبساط في عضلات البيوبل، فيحصل لها دايلاتيشن، فهمنا؟ طيب الاتروبين، طبعا انا معلم لك عليه لان ده اشهر سبب بنشوفه وبنستخدمه كلينيكال. الاتروبين ليه بقى؟ العيانين اللي بيجي من تسمم مبيد حشري مثلا، واخد مبيد حشري او برش مبيد حشري، فمعروف ان المبيد الحشري ده بيدخله في حاجه اسمها اورجانو فوسفورس بويزنينج، تسمم المبيد الحشري. التسمم المبيد الحشري بيزود الباراسمباثيك ستيموليشن بتاع الجسم كله، تلاقي الباراسمباثيك بيزود افرازات الصدر، عمال في افرازات وسكريشنز، وعمال بقى يجيب سكريشن من مناخيره، وعمال يجيب بيدمع من عينيه، ما كل ده، وعايز يعمل حمام لان الباراسمباثيك، طيب عايز يعمل حمام بول لان هو بيعمل يورين، طيب وعنده مغص لان الباراسمباثيك بيحرك الامعاء، يعني الباراسمباثيك هو المسيطر. من ضمن الباراسمباثيك بيروح عامل ايه الباراسمباثيك؟ يروح على العين يعمل لها مايوزس، يعني ضيقها. طيب انا عايز اعالج المريض ده، بياخد تقريبا حوالي يعني عدد مهول من الاتروبين، مالوش عدد، ان شاء الله هدي له 50 امبول اتروبين على حسب المريض. طب اعرف ان المريض امتى اوقف الاتروبين؟ قال لك انت بتبص في عين المريض، هو جاي عينيه مضيقه، اول ما عينيه توسع او تبقى نورمال يبقى كده الاتروبين، يبقى انت ما تديش اتروبين تاني، فهم؟ طيب يبقى معنى كده ان ايه؟ ان احد اعراض الاتروبين ان هو يوسع العين. وفي حاجة تانية بيعملوها، بيستخدموا الاتروبين، عملوا منه قطرات دكاترة العيون، عملوا منه قطرات. القطرة ديت لما تروح تعمل فحص قاع عين، بتلاقي الدكتور بيحط لك قطرة، القطرة دي يقول لك استنى بره بس 10 دقايق وبعد كده افحص قاع العين. طب القطرة دي عبارة عن ايه؟ اتروبين. طب هي عملت ايه؟ وسعت، هي عملت شلل في عضلات البيوبل، فلما بيحصل شلل العضلات بتنبسط، فالبيوبل بتوسع، فلما وسعت البيوبل دايليتد بقى يعرف يشوف قاع العين، لانه هو وسع الشباك اللي هيبص منه، ما البيوبل هو الشباك اللي هتبص بيه على الريتنا على قاع العين، صح؟ فالاتروبين طبعا من احد، انا معلمها لك، اهم الاسباب اللي هتعمل دايليتيشن لل البيوبل اللي هو دايليتد بيوبل. بعد كده الكوزيس اوف مايوزيس، مايوزيس يعني ضيق العين، قلنا اول حاجه هورنر سندروم، يبقى الهورنر سندروم بيعمل حاجتين عشان هنشرحها بالتفصيل دلوقتي في الشريحه اللي بعد كده. الهورنر سندروم بيعمل حاجتين، بيعمل توزيس يعني سقوط في الجفن على عين واحده، خلي بالك، ويعمل زي ما احنا بنشوف مايوزيس يعني ضيق،
يعني يعمل سقوط في الجفن وضيق في البيوبل نفس بتاع نفس العين، ويعمل حاجة تالتة انهيدروزيس يعني في نفس جانب العين نص الوجه، مش يخلي في عرق في نص الوجه ده. تمام. طيب تاني حاجة من المايوزيس حاجة اسمها ارجايل روبرتسون بيوبل، وده مرض جيني نادر جدا اسمه ارجايل روبرتسون بيوبل. جايب لك صورته، وهو عبارة انك بتلاقي عين واحدة نازلة بتبقى البيوبل بتاعها ضيقة وغير منتظمة ضيقة. فتبص على العينين هتلاقي هنا البيوبل هنا كويسة، وهتبص على البيوبل هنا هتلاقيها ضيقة خالص. فهو ده الأرجايل روبرتسون سندروم. ومش كده بس، لو ركزت في الصورة هتلاقي مش ضيقة بس، يعني العين هتلاقيها الريجولار، يعني الحواف بتاعتها مش دايرة، لا هتلاقيها مثلث على بتاع حاجات الريجولار. فده اسمه الأرجايل روبرتسون سندروم. طيب بعد كده الأوبييت، المخدرات يا جماعة، الأوبييت أنا معلم لك عليها عشان حلوة في لما بيجي لك واحد شاب عايز تكشفه هو شارب مخدرات ولا لا، ابص في عينيه. لو عينيه مضيقه، البيوبل ده مضيقه، يبقى في الغالب الراجل ده الولد ده بيضرب مخدرات، لان المخدرات بتعمل حاجتين مهمين جدا، امساك وتعمل البيوبل بتبقى كونستريكتد. طبعا المخدرات هتشتغل مش على عين واحده، المخدرات بتشتغل على الجسم كله، فهتلاقي بايلاترال مايوسيس. بعد كده رقم أربعة البونتاين تيومر والهيمورج، وده من أسوأ النزيف اللي بيجي في المخ ومحدش بعد منه تقريبا وملوش عمليات، إن يحصل بونز يعني هو جزء في قاع المخ، فلما بونتاين تيومر أو هيمورج يعني نزيف أو ورم في قاع المخ، ويعمل لك بقى العين، يضيق لك العين على طبعا انت عندك بونز يمين وبونز شمال، يعني بينقسم لجزئين يمين وشمال البونز، فعلى حسب الـ يعني هيعمل لك اختصارا هيعمل لك العين تضيق، واسمها كمان بين بوينت بيوبل، يعني خلي بالك اكتبها ورايا دي بعد اذنك. الهيموريج بيعمل حاجة اسمها بين بوينت بيوبل. يعني ايه بين بوينت بيوبل؟ يعني بين يعني ألم، وبوينت يعني نقطة، بيوبل يعني بيوبل، يعني بيوبل قد نقطة نقطة الألم، يعني ضيقة جدا لدرجة إن شبهوها بالنقطة اللي الألم بيكتبها حجمها. فلذلك أنا عايز أكتبها لك بين قوسين، شوف كتبتها لك أهو بين قوسين، البين بوينت بيوبل. هي مش موجودة في الكتاب بس بيحبوها جدا وبيسألوا فيها، فركز فيها بعد إذن حضرتك، البين بوينت بيوبل. طيب بعد كده الاورجانو فوسفورس بويزنج، شرحت لك مثال ان الاورجانو فوسفورس بويزنج اللي هو تسمم المبيدات او تسمم المبيد الحشري، احاول اكتبها لك برضو اهو جنبها، تسمم المبيد الحشري اورجانو فوسفورس بويزنج، وده بيعمل بيضيق العين. ليه؟ لان الاورجانو فوسفورس بويزنج بتحفز الجهاز الباراسمباثيك، وعشان تلغي تأثير فبتضيق العين، فعشان تعالجها بتدي أتروبين، فتعرف توقف الأتروبين امتى؟ لما العين توسع. وما شرحنا الكلام ده. بعد كده الشريحة اللي بعدها أنا سايبها لك في شريحة واحدة لوحدها، لأنهم بيحبوا هذا الموضوع جدا وبيحبوا يسألوا في الهورنر سندروم. احنا اتكلمنا في الهورنر سندروم، قلنا إن الهورنر سندروم ده بيعمل ثلاث حاجات. أولا هو الهورنر سندروم ده بيحدث ليه؟ بيحدث، خلي بالك انا اجيب لك رسمة هنا، اهي الحبل الشوكي، على جانبي الحبل الشوكي في اتنين سيمباثاتيك تشين، كل تشين بتحتوي على سيمباثاتيك جانجلي، اكيد انتوا خدتوا ده في الفسيولوجي. يقول لك في سيمباثاتيك تشين يعني محطات من السيمباثاتيك بتبقى موجودة على جانبي الحبل الشوكي، على جانبي السباينال كورد، يبقى دي سيمباثاتيك تشين ودي سيمباثاتيك تشين. الجزء العلوي اسمه ابر، اول واحده من السمباثاتيك تشين اللي هي اللي فوق الجانجليا اللي فوق اسمها ابر سمباثاتيك جانجليا، صح؟ في هنا ابر سمباثاتيك جانجليا على الناحيه الشمال، وفي اليمين وواحده ابر سمباثاتيك جانجليا على الناحيه الشمال. طيب لو حصل قطع في الابر سمباثاتيك جانجليا يحصل ما هو يطلق عليه
الهورنر سيندروم. يبقى الهورنر سيندروم ده نتيجة قطع في السمباثيك نيرف، في كاتب هو في الكتاب بتاعك ليجن في السمباثيك نيرف، بس انا احب اقول لك ان هو القطع بيبقى في الابر سمباثيك جانجليا بالتفصيل، الابر سمباثيك جانجليا مش في كل السمباثيك نيرف. طب بيحدث ايه؟ طبعا على حسب السمباثيك الجانجليا اليمين او الشمال اللي اتقطعت، يعني اليمين لو الابر سمباثيك جانجليا اليمين لو اتقطعت هيحدث على العين اليمين، لو الشمال اللي اتقطعت هيحدث على العين الشمال. طيب اليمين العين اللي هتتصاب هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها احنا قلنا توزيس، يعني الجفن يقع. يعني ركز هنا، احنا قلنا قاعدة، قلنا ان الجفن بيغطي جزء بسيط من الايرز من فوق. لو جيت هنا على العين دي، العين دي اهو، يا رب الماوس تبقى باينة، هتلاقي الجفن يدوب مغطي جزء اللي فوق، انما العين ديت غطى جزء اللي فوق وغطى جزء من البيوبل، فالعين ديت فيها الجفن ساقط. طيب حاجة تانية، العين بقى الجفن ساقط هي اللي فيها الهورنر سندروم، اللي هي العين دي الناحية الشمال دي يا جماعة. طيب لو بصيت على الفريق، قارنت البيوبل في العين الشمال عن العين اليمين، هتلاقي العين اليمين البيوبل الجزء الاسود يعني هتلاقيه كويس، حجمه كويس، انما هتلاقي البيوبل هنا ضيقة، هتلاقي البيوبل هنا ضيقة عن العين، يعني العين دي اللي نازل فيها الجفن هتلاقي البيوبل فيها اضيق من البيوبل اللي على الناحية الطبيعية اللي على الناحية اللي في العين التانية. طيب بعد كده كمان يبقى يحدث فيها توزس، يونيلاترال توزس، سقوط لجفن، ميوزس يعني ضيق في البيوبل، ويحدث فيها ايضا ان النصف بقى بتاع الوجه اللي فيه العين، النص الوجه اللي فيه العين مش يعرق، ما يحصلوش تعرق، يعني تلاقي الجزء اليمين عادي الجزء السليم عادي شغال، عرق نص الوجه فيه عرق، والجزء المصاب مش في عرق خالص، مش في عرق، ده يعني عدم تعرق، اسمه ان هيدروزس، هيدروزس يعني تعرق، وان يعني كلمة احنا قلنا حرف الاي اي او اي ان بيلغي الكلمة، فلما اقول لك هيدروزس، هيدروزس يعني مية، يعني يعني بالانجليزي تعرق، لما اجي اقول لك ان هيدروزس يعني عدم تعرق. طيب يبقى الهورنر سندروم ده بيحدث يونيلاترال نتيجة ليجن في السمباثيك جانجليا، الحاجات دي كلها شفوي، قصدي حاجات كلها في الام سي كيو، بيحدث نتيجة قطع في الابر سمباثيك جانجليا، وبيحدث يونيلاترال، الجزء اللي هيصاب من الجسم هيحدث فيها في توزيس وميوزيس وان هيدروسيس، وكل ده بيبقى يونيلاترال. بعد كده بيتكلم على أرقص سينيلز، وده بيحبوها جدا، وأرقص يعني قوس أو دايرة، أرك يعني دايرة أو قوس، وسينيلز يعني كبر السن، وعشان كده قال لك إن الموضوع ده بيبقى فيه دايرة لونها جري وايت، يعني لونها رمادي على أبيض، وزي عامل دايرة هو حوالين العين، وده نتيجة ترسب الدهون حوالين العين، وبيحدث في السن حوالي خمسينات، عشان كده قال لك سنينس يعني في السن الكبير، في السن الخمسينات فيما فوق، وما بيأثرش، ما بتأثرش خالص على الرؤية، عشان كده انا معلم لك عليها عشان بيت السؤال في الحتة دي. طب يا ابني ليها تأثير على الرؤية؟ قال لا يا دكتور ملهاش اي تأثير على الرؤية. بعد كده حاجة اسمها زانسي لازمة، ودي مهمة جدا، ان بتلاقي فيه بقع مقربة من الانر كانساس. هو ايه الانر كانساس يا جماعة؟ الانر كانساس هي الزاوية، في عندك كل عين فيها انر كانساس واوتر لاترال كانساس. الكانساس دي بص يا رب تبقى الماوس شايف التقاء الجفنين على ناحية النوز، التقاء الجفنين مع بعض ناحية النوز هي النقطة دي، يا رب تبقى باينة، انا مش عارف الماوس ما بتظهرش ليه في التسجيلات. الكانساس دي ديت ناحية مثلا دي ناحية المناخير هنا، والكانساس دي اسمها ميديال كانساس ناحية المناخير، ودي اسمها لاترال كانساس. طيب بيحدث ان ناحية المناخير جنب المناخير على الميديال كانساس، احنا قلنا الميديال كانساس هو التقاء الجفنين على الجزء الميديال جانب الأنوز، بيحدث ان في بقعة صفراء عالية عن الجلد، حتى اسمها بليك، وكلمة بليك يا جماعة لما ناخد لفظها في الجلدية
ان هي بقعة عالية عن الجلد، اي بقعة بس تكون عالية عن الجلد تحسها تلاقيها عالية عن الجلد دي اسمها بليك خلاص. فالبقعة دي لونها اصفر، وده بيقول لك ده دهون مترسبة في الجلد. والبني ادم ده مش شرط يبقى عنده الكوليسترول، ممكن انت تشك ان عنده كوليسترول في الدم زايد، تعمل له تحليل دهون. طبعا تحليل الدهون بيتعمل يا جماعة والمريض صايم، عشان حضرتك تبقى عارف المعلومة. يعني لما مريض يعمل دهون تأكد عليه تحليل دهون كاملة، تقول له بعد صيام 12 ساعة، يعني لازم يكون صايم عن الأكل لمدة 12 ساعة وهو بيتاخد منه التحليل، فعشان التحليل يطلع صح. فطبعا بيقول لك يعني إن البليك أو البليك ديت، اي نعم انت تشك في المريض ممكن يبقى عنده كوليسترول زايد، بس ممكن برضه المريض يطلع نورمال، يعني مش شرط يبقى المريض عنده كوليسترول. بعد كده بنكمل في العين. قال لك الكاتركت، الكاتركت ده يا جماعة يعني عتامة العدسة بتاعة العين. انت هتبص في المريض ده هتلاقي في عين لونها ابيض، البيوب اللي هنا لونها ابيض، العدسة هي لونها ابيض، وهنا العين سليمة ما فيهاش حاجة. ايه الاسباب اللي ممكن تعمل كده؟ الفاميلي هيستوري، يعني حاجه جينيه، سموكينج، تدخين، السكر، ركز بقى في السكر ان هو بيعمل كاتاركت، اي انجري يعني اتخبطت في العين بعد فتره لقيتها بدات تكون كده، والاسترويد، وركز بقى في الاسترويد بحبوها جدا. الاسترويد ليه؟ لان في قطرات كتيره في السوق، يقول لك عينيا محمره اروح انا واخد استرويد، ياخد قطره كورتيزون، ياخد قطره كورتيزون، عمال ياخد فيها وهو شاب صغير راحت عينيه جاله كاتركت وعتامة وعايز يعمل عملية وغير العدسة ولسه شاب صغير. فلذلك يا جماعة قطرات الكورتيزون بتاعة العين لا تستخدم إلا لما دكتور العيون يكتبها وبيكتب استخدامها ازاي وكم يوم، لأن لها أضرار كتيرة على العين. يكفي أقول لك إنها بتعمل جلوكوما يعني زيادة في ضغط العين، وبتعمل كاتركت يعني عتامة في العين. طيب وساب كونجنكتيفال هيموريج بقى يا جماعة، البتاعة دي بنشوفها كتير جدا، تلاقي المريض صاحي من النوم يبص في عينيه يلاقي في نزيف تحت الكونجنكتيفا. طبعا الكونجنكتيفا هي جزء الجزء الابيض اللي حوالين العين، الابيض الجزء الابيض، فتلاقي فيه بقع دم. ولازم اول حاجة تطمن المريض ان الموضوع مش خطير وما بيأثرش على النظر وبيروح لوحده، ده أهم حاجة. لازم تعمل ري أشورنس يعني تطمن العيان. تاني حاجة ايه الأسباب اللي ممكن تفكر في الأسباب لربما مخبية تحتها سبب كبير؟ زي ايه؟ زي ان العيان عنده ضغط، فالضغط عالي فراح عمل فرقع الأوعية الدموية اللي في الكونجكتيفا بتاعت العين، فعمل لك سب كونجكتيفال هيموريج يعني نزيف تحت الكونجكتيفا. فقيس ضغط العيان رقم واحد، عشان كده انا معلم لك عليها. او العيان اتخبط فيها وده اشهر سبب، او العيانه مثلا مركبه لينسز عدسات، فالعدسات دي خبطت عورت الكونجنكتيفا عملت تحتها نزيف. تمام، فركز في الموضوع ده. او العيان بياخد حاجات للسيوله، اوفر دوز اوف انتي كواجولانس. بعد كده يا جماعه الاير اكزامينيشن، قال لك الفحص بتاع الود، قال لك يعني اولا بس عايزين نقول شوية اماكن في الودن لازم تحفظها في الاوركل. اوركل يعني الغضروف بتاع ودنك، ودنك اللي بره دي اسمها اوركل. ايه الاسماء اللي المفروض حضرتك تعرفها؟ اول حاجة التريجس، يا رب يبقى الماوس ظاهرة. التريجس هو الجزء ده، شوف التريجس ده الجزء ده، تمام، والجزء اللي فوق ده اللي هو القوس اللي فوق ودنك ده اسمه هيليكس، والجزء اللي تحتيه ده اسمه انتي هيليكس. اهو شوف الرسمة دي، هيليكس انتي هيليكس. طيب يبقى التريجس ده مهم والهيليكس اللي فوق مهم، ركز في هتلاقي الرسمة ديت اهيت اللي انا بعملها لك اهيت، ركز في الهيليكس يعني القوس بتاع ودنك اللي فوق، والانتي هيليكس يعني الجزء اللي تحت، والتريجس يعني الجزء اللي هنا ده التريجس، واللوبيولا اللي تحت ديت حلبة الودن بقى من تحت اسمها لوبيولا. هما دول الأربع مصطلحات اللي عايز حضرتك تعرفهم. طيب قال لك إن في حاجة اسمها، قال لك بس وأنت بتعمل تندرنس يعني بتشوف في وجع في ودنه بتضغط على التريجس، التريجس ده بيكشف لك آلام الأذن الوسطى يا جماعة، يعني بتضغط على التريجس من بره على الجزء الغضروفي اللي هو قدام ودنك،
في الجزء الامامي من ودنك، بتضغط او اللي هو قدام انتيرو الودن، الجزء الغضروفي ده انت اللي هو على الصورة، اللي هو المكان ده، اللي هو المكان ده، المكان ده جزء غضروفي، تضغط عليه فهو لو في مشكلة عندك في الأذن الوسطى بالضغط عليها من بره التريجس بيحفز الألم جوه الودن من جوه فيعمل فيه بين. كمان انت ورا الودن في حاجة اسمها مستود بروسيس، يقول لك بعد إذنك ما تنساش تضغط على المستود بروسيس وانت بتفحص في تندرنس في الودن ولا لأ، عشان المستود بروسيس متعلق بالودن، وكمان ممكن يبقى في التهابات في الماستويد اسمها ماستويدايتس، او في ليمف نود ملتهبه اسمها بوستيريور اوريكولار ليمف نود، دوت ورا الود اوريكل، ما احنا قلنا ودن يعني اوريكل، وبوستيريور اوريكولار ليمف نود يعني ليمف نود ورا الاوريكل. هو ايه اللي ورا الاوريكل؟ ايه اللي ورا ودنك؟ الماستويد بروسيس، فعشان كده الليمف نود دي بتبقى قاعده على الماستويد بروسيس وتعمل له شويه التهابات كمان، يعني تعمل تضغط انت على المستود بروسيس تلاقي في بليه كده بتتحرك تحت ايدك وبتوجع المريض جدا، هي دي البوستيرور اوريكولار ليمف نود. ودي حاجه ما تقلقش، يعني العقد الليمفاويه الليمف نود دي يا جماعه حاجه ما تقلقش، بتبقى معناها ان في التهاب في المنطقه اللي حواليه، من ضمنهم التهابات الودن، فدور من التهابات الودن يا جماعه لان هي دي اللي ورا الودن. بعد كده حتة كده معلومة، حاجة اسمها توفاي، وهنتكلم بقى التوفاي ديت حاجة للجوت، الجوت ده يعني النقرس، مرض النقرس، ومرض النقرس بيعمل توفاي في كل الجسم. توفاي ديت عبارة عن نوديولز، نوديولز يعني كور، بس بتبقى هارد يعني ملمسها جامد شوية، ممكن تبقى أبيض أو أبيض مصفر لونها، لما بتيجي تفضي طبعا هي بتطلع هنا في الودن، بتطلع في أجزاء كتيرة من الجسم بما فيها الودن، فتطلع في الودن فين؟ بتطلع في الهيليكس والأنتي هيليكس، يعني بتطلع في الهيليكس والأنتي هيليكس، يعني أنت مثلا الصورة اللي هنا دي هتلاقيها في الهيليكس في القوس اللي فوق، وهنا الصورة اللي جنبها هتلاقيها في الأنتي هيليكس اللي تحتيه. طيب ده طبعا بتحتوي على مادة جريزي تشوكي ماتيريال، يعني مادة طباشيرية لزجة، لم لو فضيتها طبعا هو مش مؤلمة، غير مؤلمة، نون تندر نوديول، لأن لما بتضغط عليها ما بتوجعش المريض، ولكنها جامدة تحت ايديك، ولو طلع منها سكريشن قلنا بيطلع منها افرازات طباشيرية كده عاملة زي الطباشير لزجة. بعد كده يا جماعة بيتكلم على فحص الثروت، الثروت ده يعني الزور طبعا، والماوس يعني الاورال كافيتي، الفم والزور طبعا. انا بس جايب لك صورتين للفم، عايزك تفهم حاجة بعد اذنك. اول قاعدة ليك انت كلينيكال، اللوز وانت بتكشف على مريض، اللوز بتظهر لما تفتح الفم، مفيش حاجة هو تيجي تقول لي ده، او الست تيجي تقول لك ده في حيل تحت دقنه، فايه دي لوز؟ لا دي ليمف نود، الليمف نود هي عبارة عن التهاب ما قريب منها، ممكن تبقى لوز وممكن تبقى اي التهاب تاني، التهابات في اللسان صح، او السنة مسوسة اي حاجة صح. طيب يبقى انت فرق بين الاتنين، فعشان حضرتك تبص على اللوز لازم تقول للمريض افتح بقك. طيب تفتح بق المريض، قبل الاول ما يفتح بقه ده من على الجنب عشان اعرفك ان في حاجتين في البلط، في حاجة اسمها هارد بلط، ده عبارة عن العظام بتاعة الفك العلوي السفلي اهوت اللون اصفر اللي في الرسمة دي، انما في وراها لحم كده اسمها سوفت بلط، يعني حتة لحمة كده فليشي ماسكة في العظم دي بقى اسمها سوفت بلط، يبقى الهارد بلط قدام والسوفت بلط ورا، خلاص عشان لما تسمع كلمة السوفت بلط ديت معناها ايه، يبقى الجزء اللحمة او الجزء الفليشي اللي ماسك ورا العظم، خلاص بوستيرور للبون. طيب حاجة تانية للوز، حضرتك لما تيجي تكشف على عيان ادي بتفتح كده بتلاقي نفس الشكل ده، ادي اسنان والكلام ده، بس انا عايزك يا رب يا رب تبقى في لوزتين موجودة هنا وهنا، وقدامهم قوس وراهم قوس، يعني في قوس اهوت، القوس ده
من عضلة هو بيسميها انتيرور بيلر. انتيرور بيلر يعني مخدة، المخدة الأمامية هي عضلة، والمخدة ورا التونسل في مخدة تانية اسمها بوستيرور بيلر، وهي في النص ما بينهم، ادي التونسل الناحية دي وادي التونسل الناحية دي. طب ايه بقى الحتة اللي في النص دي اسمها يوفيولا؟ يوفيولا يعني الحتة المعلقة اللي في النص دي اسمها يوفيولا، وديت عشان تفحصها بتقول للمريض قول اه، فلما المريض يقول اه تلاقيها طلعت لفوق، اتحركت لفوق، اتشدت لفوق، تمام. واليوفيلا دي يا جماعة احنا قلنا بيتحكم فيها جزء يمين من العضلات وجزء شمال من العضلات، فانت لو عندك مشكلة في عضلة العضلة التانية هتبقى اقوى منها فتشد اليوفيلا ناحيتها، فلو في مشكلة في في جزء ما من العضلات هي لو في هتبقى العضلات، يعني انا مثلا لو عندي مشكلة في الجزء اليمين من العضلات ضعيفة، فالجزء الشمال لسه زي ما هو بخيره، فالجزء الشمال يروح شادد العضلة اليوفيلا ناحيته، فاليوفيلا تبقى ديفييتد ليه، يبقى ديفييتد تو ذا ليفت مثلا، فاهمين؟ طيب انما الطبيعي بتاعها انها تبقى في النص، لان التساوي بين القوة بين اليمين والشمال. وبعد كده بنتكلم على السيمتومز اوف اورال ديزيز. دي كده بنتكلم على السيمتومز بتاع الاورال ديزورزرز بتاعت ايه الاورال. ممكن تلاقي اسباب الاورال بين في وجع في بقي، ممكن تلاقي سبب تسوس اسنان دنتال كاريز يعني تسوس اسنان، اورال ألسرز في قرح في الفم، بيري اودونتال انفكشن، بيري يعني حوله ودونتال يعني سنان وانفكشن يعني عدوى. هنا جايب لك صوره اهوت، ادي السنان وحواليه حوالين السنان في احمرار يعني في عدوى، يبقى ده اسمه بيري اودنتال انفكشن. طيب في جام ديزيز التهابات، لو في مشاكل في التهابات في اللثه، و دينتيورز يعني طقم الاسنان لو هي مركبه، لو حد مركب طقم اسنان في طقم الاسنان، حد كبير طبعا في السن بيركب طقم السنان، فطقم السنان ده بيعمل التهابات شديدة في اللثة، وخصوصا لو هو مش على مقاس اللثة بالظبط اللثة. بعد كده سور ثروت يعني في وجع في زوره، ممكن يبقى عنده التهابات في اللوز acute tonsillitis او malignancy لا قدر الله ورم في الزور هو اللي عامل له الألم ده. لمبس ان ذا ماوس بقى يعني لمبس يعني كتلة، او حاسس بإحساس ان في كتلة في الفم، وممكن لا قدر الله تبقى مالجنسي، وممكن تبقى لا مالجنسي زي اللبس مثلا، هي من اشهر سبب بيعمل مالجنسي، يتكون في مالجنسي في الاورال كافيتي، فخلي بالك ده ام سي كيو، اي اشهر مكان يتكون فيه مالجنسي هو اللبس الشفايف. طيب فعشان كده لو مريض جه وقال لك والله انا عندي كتلة ما في شفايفي او في حاجة طالعة لي في شفايفي فاهتم بيها. طبعا ايه اشهر تو تيومرز اكتر اورام بتيجي، البي سي سي اختصار البيزل سيل كارسينوما، والاس سي سي سكويماس سيل كارسينوما، ده نوعين من الكانسر، بيزل سيل كارسينوما وسكويماس سيل كارسينوما. ده مش انا كاتب لك ما هو عاملها لك في الكتاب طبعا، بي سي سي و اس سي سي، بس هم يعني ايه، يعني انت مش فاهم يعني ايه اس سي سي وبي سي سي، فانا فسرتها لك ان ده بيزل سيل كارسينوما والاس سي سي يعني سكويماس سيل كارسينوما. وممكن تلاقي حاجه اسمها رانيولا، الرانيولا ديت هي تحت اللسان بتقفل السليفري جلاندز داكتس، احنا قلنا في السليفري جلاند ديت يعني الغدد اللعابيه، والغدد اللعابيه دي عشان تبعت اللعاب للفم بيبقى في داكتس قنوات، هي الرانولا دي عبارة عن سيستيك ليجن. يعني ايه سيستيك ليجن؟ يعني كيس كده، عبارة عن كيس بيجي يقفل القناة بتاعة السليفر جلاند، ودي تعمل مشاكل والتهابات في الفم، دي اسمها رانولا، بس مش ورم خبيث لا قدر الله، دي سيستيك ليجن عادي خالص. بعد كده بيتكلم على السويلنج بتاع النك، الرقبة، أي أشهر أسباب في الرقبة ممكن يحصل فيها سويلينج؟ أول حاجة قال لك ليمف نود، الليمف نود انلارجمنت،
والثيرويد جلاند يعني مشاكل في الغدة الدرقية والليمف نود، اللي هي احنا قلنا الليمف نود متوزعة في اي حتة في الجسم، ففي اي مكان ممكن تعلى بعد كده تكبر. فبعد كده نتكلم على الديسفونيا، ومعنى الديسفونيا يعني تغيير في الكلام، في طريقة الكلام، وإيه الأسباب. أسباب كتيرة جدا نحاول نشرح جزء منها المهم اللي ممكن يسألك فيه. أول حاجة سبب هو inflammatory، التهابات نتيجة acute laryngitis، التهابات يعني في اللارينكس، اللارينكس يعني القصبة الهوائية، chronic laryngitis، سموك انهاليشن بيدخن فده بيعمل التهابات في الاحبال الصوتيه. النيورولوجيكال حاجات في الاعصاب بقى، في سيريبرال بولسي، يعني السيريبرال بولسي يعني ضمور في المخ، يعني الطفل مولود بضمور في المخ فصعوبه في الكلام. او مالتيبل سكلروزيس يعني مرض التصلب التعددي، وده مرض رهيب بيجي بيصيب كل اعضاء الجسم. ربنا يعافينا منكم، عافينا وعافيكم من هذا المرض، او مرض رهيب يعني مرض مناعي بيصيب كل تقريبا كل حاجة، كل الأعصاب الموجودة في الجسم بما ضمنهم طبعا الصوت. في حاجة اسمها جيلين بيري سندروم، جيلين بيري سندروم ده برضو مرض مناعي، انا قلته على فكرة بيصيب الأعصاب بطريقة ascending، يعني بيبدأ في الرجل بسبب فيروس، بيجي فيروس فبيعمل الفيروس ده ممكن يصيب الأعصاب. ف وفي ناس قالوا عليه مرض مناعي، يعني في ناس إلى الآن السبب غير معلوم، ولكن هو لقيوا إن بيجي الأعصاب بتاعت تحت رجليك ثم بعد كده العضلات بتاعت صدرك وبعد كده إيديك وبعد كده وشك آخر حاجة، فاسمه ascending مطر، وخصوصا في الأطفال. وفي ومن حظنا الحلو ان الموضوع ريفيرسيبل، يعني بيفك تاني الطفل. هيد انجري يعني خبطة في الدماغ. في حاجة اسمها بريفرال بقى، بريفرال ليجن افكتنج فيجاس نيرف وريكارنت لارينجال نيرف. طيب ليه، ايه علاقة الفيجاس نيرف بالكلام وريكارنت لارينجال نيرف؟ الصورة دي طبعا اهوت، هتلاقي اللارينكس والثيرويد جلاند، ركز فيها اللارينكس ثم الترقية تحت، صح؟ يعني المجرى التنفسي وعليه الثيرويد جلاند الغدة الدرقية، وهتلاقي على جانبيها اتنين فيجاس، الطويل ده اللي هو من فوق لتحت ده فيجاس وشمال وده فيجاس يمين. طيب كل فيجاس هتلاقي منه لو ركزت هتلاقي فيه عصب يعني الفيجاس اهوت على هيطلع منه عصب يطلع يرجع لفوق يرجع لفوق، وفي هنا عصب برضو يرجع لفوق ويدخل يغذي الثيرويد ويغذي اللارينكس، ركز فيه اسمه ريكارنت لارينجال نيرف. يبقى ادي الفيجاس نيرف ويطلع منه عصب طالع لفوق اللي هو داخل جوه الثيرويد ومعدي جوه الثيرويد وبعد كده يروح لللارينكس. يعني الريكارنت لارينجال نيرف هو برانش طالع من الفيجاس. طيب الفيجاس او الريكارنت لارينجال نيرف كده، الريكارنت لارينجال نيرف هيغذي ايه يا جماعه؟ هيغذي الثيرويد وهيغذي اللارينكس. طيب لو حصل فيه مشكله في الريكارنت لارينجال نيرف هيحدث تغيير في الصوت، صح؟ طيب لو انت برضو هو داخل جوه الثيرويد، فخلي بالك الناس اللي بيشيلوا عمليه بيشيل غده الثيرويد ممكن ان هو الدكتور يعور الريكارنت لارينجال نيرف والمريض يخرج في مشاكل في الصوت او ما بيتكلمش كويس. فده عشان كده الدكاترة مش أي حد بيشتغلها، لأن الكوميونيكيشن بتاعتها واردة جدا وعالية جدا إن هو يعور العصب المهم ده اللي هو الريكارنت لارينجال نيرف. طب وما دام الريكارنت لارينجال نيرف بيغذي الثيرويد ويغذي اللارينكس ويعمل فيه مشاكل، الموضوع إن هو فبالتبعية يا جماعة لو الريكورنت لارينجال نيرف حصل له مشكلة فبالتبعية الصوت هيحصل له مشكلة، وبالتبعية ما دام الريكورنت لارينجال نيرف هو جزء من الفيجاس فلو الفيجاس كمان تعور وهو الأساس الفيجاس يبقى الريكورنت لارينجال باظ، برضه اللارينكس حصل له فيه مشكلة في الصوت. بس ايه اللي عور الفيجاس والريكورنت لارينجال نيرف؟ ان يحصل لانج كانسر، ورم في الرئة، بوست ثيرويدكتومي اهو وانا اعلم لك عليها، لان بوست ثيرويدكتومي يعني عملية ازالة الثيرويد
شفت بقى شرحتها لك دلوقتي. حاجات اسباب تانية مش مهمة اوي. مايسينيا جريفيس، احنا قلنا المايسينيا جريفيس هو مشكلة مناعية في الأعصاب بتبدأ بطريقة ديسندنج، ركز في كلمة ديسندنج، يعني بيبدأ بالعين ثم الكلام ثم عضلات التنفس والإيد ثم الرجل. فالمايسينيا جريفيس هتعمل ايه في الكلام؟ هتغير او اتغير طبيعة الكلام احنا قلناها. وفي مرض مناعي اسمه موتور نيرون ديزيز، ده بيأثر برضو على كل الأعضاء بتاعة الجسم، فخلي بالك منه. نيوبلاستيك يعني اورام، نيوبلاستيك يعني اورام، يطلع لارينجال كانسر، سرطان في اللارينكس، او سيستميك زي روماتويد ارثرايتس، سيستميك يعني حاجه في الجسم بصفه عامه، وحاجه اسمها انجو اديما. الانجو اديما ده يا جماعه بنلاقيها اكتر في الحساسيه المفرطه من الحقن، يعني مثلا مريض خد حقنه سيفترايكزون ما عملش منها اختبار حساسيه، تلاقي شفايفه ورمت وعينه ورمت ووشه ورم وفي هرش في كل جسمه، وهتلاقي انت طبعا انت مش شايف اللارنكس، يعني انت اللي شايفه شفايف العين ولسان العين ورم، فاكيد اللي جوه كمان ورم. ايه بقى اللي ورم جوه؟ اللارنكس. فدي حاجة بنسميها، تلاقي المريض كمان عنده صعوبة في التنفس، فخلاص كده العين بيموت لأن مجرى التنفس قفل نتيجة إن حد أس فيه إديمة شديدة جدا، دي اسمها أنجيو إديمة، يعني إديمة في اللارينكس. طيب وحل الموضوع ده يا جماعة لما يحصل له حاجة زي كده، اوعى تقول لي بقى أديله أوديكسا وأديله أفيل وأديله مش عارف إيه، هو أدرينالين لازم تديله. والأدرينالين وقتها تديهاله إزاي؟ تديله نص أمبول تحت الجلد ونص أمبول عضل، وتلاقي العيان ليه فرصة كبيرة جدا يفك على الأدرينالين. بعد الأدرينالين نتكلم بقى، ندي ديكسا، ندي أفيل، ندي حاجات بتاعة الحساسية عشان المريض يعيش. طيب الهايبوثيروديزم يا جماعة، برضو الهايبوثيروديزم بيغير الصوت بتاع المريض، سيكوجينيك إن الموضوع نفسي. بعد كده الهاليتوزيس، الهاليتوزيس ده معناه الريحة الوحشة بتاعة البق، معناها ريحة البق الوحشة ديت معناها الهاليتوزيس، باد سميل، باد اودر اوف ماوس، وده اشهر اسباب ليها. بور دنتال هيجين، يعني ما بيغسلش، ما بيهتمش بنظافة الاورال كافيتي عنده، ما بيغسلش اسنانه، ما بيهتمش بنظافة الماوس. تونسلر انفيكشن، عنده اي التهابات بقى في بقه كمان، ممكن اللوز تعمل ريحه مش حلوه. الجينجفايتس، جينجفايتس يعني التهابات في اللثه، ما احنا قلنا. بعد كده فارينجال باوش، حاجه اسمها فارينجال باوش، انا مش هتكلم في الفارينجال باوش. كرونيك ساينوسايتس ويز برول بلو بيورلانت بوست نيزل دريب، ايه علاقة ان التهابات الساينوسايتس التهابات الجيوب الانفية؟ يعني فلما عندي التهابات في الجيوب الانفية ايه علاقته بريحة البق؟ بص يا عم، انت بتشخص التهابات الجيوب الانفية ازاي؟ اولا انت بتبص على العيان، بتجيب الصورة، انت بتبص بتفتح بق العيان كده وبتبص في زوره. ليه بتبص في زوره من ورا خالص في البوستير وول؟ عشان تلاقي في سيكريشن نازلة، افرازات نازلة. طب الافرازات دي نازلة منين؟ بتبقى نازلة افرازات ريحتها وحشة وملونة وانفكتد، بتبقى نازلة من الجيوب الأنفية، فده بتشخص بيها الجيوب الأنفية أساسا، إنك تلاقي الإفرازات اللي ورا دي نازلة. طب ما الإفرازات دي هتعمل ريحة وحشة في الفم؟ اه هتعمل، يعني هتشخص وهتعمل ريحة وحشة في الفم، فدي أحد عشان كده معلم لك عليها. بعد كده في حاجة اسمها سترايدور، وسترايدور ده موسيقى، موسيقى لما تسمعها اجري على العيان في كارثة، موسيقى وبتسمعها انسبيراتوري ويز، يعني في الانسبيريشن، انت عارف طبعا النفس عبارة عن انسبيريشن واكسبيريشن، لا ده هتسمعها في الانسبيريشن. طيب وده في الغالب بيبقى نتيجة ايه؟ نتيجة قفلة الابر اير واي اوبستراكشن، يعني الجزء العلوي بتاعة الاير واي اللي هو ايه؟ الجزء العلوي اللارنكس يعني والاوروفارنكس والمناخير، هو ده الجزء العلوي. فلما حاجة بتقفل فيها فالنفس الهواء مش عارف يدخل للرئتين فيعمل الصوت ده. وأشهر حاجة في الأطفال إنه بالع مثلا، حاجة وقفت في اللارينكس
شرق في حاجة فيبدأ يعمل الاسترايدور، شرق يعني حاجة وقفت فين في اللارنكس. طيب أو لارينجال كانسر، ورم في اللارنكس أو اتعور في تروما في اللارنكس أو الإبيجلوتايتس، وديت لسان المزمار يا جماعة. ولسان المزمار طبعا في الجزء العلوي بتاع مجرى التنفس، فالاسترايدور هي كلمة هتطلق على التهابات الإبيجلوتايتس. وده التهاب وحش جدا بيجي في الأطفال، وده نتيجة فيرال خلي بالك ومشهور. فتلاقي الطفل الإبيجلوتس يكبر يعمل يقفل بنفسه الإبيجلوتس اللي هو لسان المزمار، لما يكبر بيقفل شوية على مجرى التنفس، تلاقي المريض الطفل عمال جاي بيمزك كل نفس، بيمزك بيعمل حاجة اسمها استرايدور. فطبعا علاج ده بيبقى مشكلة، أحيانا بتعمل مشاكل كبيرة، بس الحمد لله معظم الأطفال بتخف يعني منها. بعد كده في حاجة اسمها جلوبس فارينجس، وده سنسيشن المريض بقى في جلوبس فارينجس ده المريض يجي يقول لك انا حاسس ان في حاجة واقفة في زوري، فممكن يبقى الموضوع نفسي وممكن يبقى الموضوع نتيجة جي اي تي ريفلكس. خلي بالك يعني ايه جي اي تي ريفلكس، يعني الحمض بتاع المعدة، المريض عنده ارتجاع للحمض بتاع المعدة فبيطلع على زوره، فيدي احساس وحش ان في حاجة واقفة في زوره، انما هو ما عندوش حاجة واقفة في زوره، في حاجة هو عنده جيرد او اسمها جاسترو اسوفجيال ريفلوكس. فمجرد ما بتدي له حاجات الحموضة الدنيا بتخف والاحساس ده بيروح. طيب او في حاجة او يجي له البوست نيزل دريب، يعني احنا قلنا في التهابات الجيوب الانفية بوست نيزل يعني ورا الانف، يعني بينزل في ورا من ورا الانف، احنا عارفين ان الانف ليه فتحة بوستيريور، فبينزل منها السكريشن وينزل في الفم من الخلف، فيدي ريحة وحشة للفم، ويعمل كمان احساس وحش ان السكريشن ده تعمل احساس ان في حاجة واقفة في زور. طيب ممكن لا قدر الله تبقى العيان مش موضوع نفسي ويقول لك ان في حاجه واقفه في زوري، يبقى ديت ورم في زوره لا قدر الله، وعشان كده يعني اسأل عن حاجات اللي بتقلقنا كدكتور، ان صوتك اتغير، في بحه في صوتك، بحه في صوتك يعني هورسنس اوف فويس، او حصل لك وزنك قل، فالحاجات دي نسأل عليها، لان وزن لما بيقل فترة قليلة فبنشك في سرطان لا قدر الله. بعد كده بيتكلم في الاكزامينيشن اوف ماوس اند ثروت. بسرعة كده نقول انك بتبص على الفيس وبتبص على اللبس، في حاجات غريبة في اللبس ولا لأ، أهم حاجة إنك بتبص على الأنجل أوف اللبس، ركز على الأنجل أوف اللبس، يعني الأنجل ديت يعني التقاء الشفة العلوة العلوية بالشفة السفلية على الجنبين، بتلاقي في الجنبين بتاع اللبس هو التقاء الشفتين دول اسمهم أنجل أوف اللبس. ففي عندك تو أنجلز، فلو بصيت بيبقى في التهابات في الانجل اسمها انجلور كولايتس، فركز في الانجلور كولايتس، لان احيانا الانجلور كولايتس هي احد اعراض اللي لازم تركز فيها جدا. او لو حصل التهاب في كل الشفة بقى اسمها كيلوزس، ما خلي بالك كيل يعني شفة، يبقى انجلور كولايتس يعني التهابات في جانبي الشفة، وانما لو الشفتين بالكامل عندهم فيها التهابات او فيها انفلاميشن يبقى الموضوع ده اسمه كيلوزس. وتبص بقى كمان الشفه احيانا بتبين البالور، الانيميا بتقلب الشفه زي ما الصوره دي جايبها كده، بتقلب الصوره الشفه لبره عشان تبص جواها، لو بيل تبقى في انيميا، لو ساينوزس يعني مزرقه، فهل الموضوع العيان هايبوكسيك الاكسجين واقع ولا ايه. تبص برضو في ألسريشن، في قرح، في نوديول، في تيلانجكتيزيا يعني أوعية دموية متسعة. بعد كده بتبص على السنان، دينتال ديكي يعني عنده تسوس في السنان، أو دينتال لص يعني سنانه طايرة زي الناس الديابيتك، الناس اللي عندها سكر،
او سمول تيس في السيفلس. الناس السيفلس ده مرض امراض التناسليه، كان موجود زمان وكان عامل مشاكل كتير جدا واختفى دلوقتي. فكان الطفل يولد، الطفل اللي والدته عند يعني الست اللي عندها سيفلس ابنها كمان يبقى يتولد عنده سيفلس، فالسنانه تبقى صغيرة جدا. هي سمول تيس في السيفلس في الأطفال المولودين لأم عندها سيفلس يعني عندها الزهر يعني. وايد سبريد تيس تلاقي السنان في فواصل ما بينها ومسافات ما بينها في الأكروميجالي. أكروميجالي ده تضخم كامل في في الجسم نتيجة هرمون الجروس هرمون بيبقى زايد، هنبقى نتكلم فيه ان شاء الله رب العالمين. الجم، تبص بقى على الجم في ريد جنجايفايتس يعني التهابات في الجم او بليدنج من الجم يعني في في دم بينزل كل شوية من اللثة، ممكن يبقى ده اسمه سكيرفي. والسكيرفي ده بيبقى نتيجة نقص فيتامين سي، فمجرد ما تدي العيان فيتامين سي تلاقي الدم اللي حوالين اللثة بدأ يقف. هايبرتروفيك جم، تبص على الجم تلاقي هل هي متضخمة. لو هي متضخمة تسأل عيان هل العيان، لأن ده بيبقى دليل إن العيان ممكن يبقى، لو العيان ماشي على فينيتوين، الفينيتوين ده حاجة مضادة للتشنجات أو مضادة للصرع، فلو المريض عنده صرع وبياخد الدواء بتاع الفينيتوين ما تنساش تبص على اللثة عنده، هل اللثة عنده بدأت تتضخم وحجمها يكبر ولا لا. او تبص على اللون بتاع اللثه، احيانا اللثه الجم يبقى فيها خط ازرق، وده بيبقى دليل على الليد بويزنينج، الرصاص، تسمم المعدن الرصاص. فزي الصوره دي دلوقتي كده هتلاقي في خط ازرق، مش كل اللثه، مش هتلاقي كل اللثه مزرقه، ولكن هتلاقي في خطوط اهوت على اللثه خط ازرق بين اللثة وبين السنان وحاطط عليها السهم، فده دليل على ان العين ممكن يبقى عنده تسمم للرصاص ليد بويزنينج. وتبص كمان بالمرة لو فيها ألسر قرح او بيتيكي، بيتيكي او ايكموز. بيتيكي يعني بيتيكي وايكموزس يعني نزيف تحت الميوكوزا او تحت الجلد. طب البيتيكي يعني نقط صغيرة، انما الايكموزس اوسع شوية بتبقى بقع من النزيف. بعد كده قال لك فحص اللسان، قال لك هتفحص اللسان هل هو كبير ولا صغير. بيكبر في حالات الاكروميجالي، خلي بالك ان احنا قلنا الاكروميجالي يعني التضخم، الاكروميجالي يعني العملاقة، حتى بيسموها العملاقة، العملاقة يعني اكروميجالي نتيجة الجروس هرمون بيزود حجم السوفت تيشو في كل الجسم بما فيهم اللسان، فتلاقي لسانه كبير، راجل لسانه كبير. اللارج بابيلي بقى، دي مهمة جدا بقى. الاسكارلت فيفر، الاسكارلت فيفر هو نوع من انواع الحمى اللي بيجي نتيجة بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس. المهم يعني ان السكارلت فيفر، سكارلت ده يعني لون، سكارلت ده يعني لون زاهق يعني لون وردي كده. طب اتسمت كده ليه؟ لان من احد اعراض السكارلت فيفر ان المريض بيسخن ولسانه بيبقى عامل زي الفراوله، تمام؟ فبيبقى لسانه عامل لون عامل زي الفراوله. والبابيلي طبعا انت عارف ان الفراوله منقطه يعني، جيب لك صوره الفراوله بتبقى منقطه نقط اصفر كده. فقال لك ان البابيلي اللي بتكبر بتاعه اللسان، البابيلي طبعا اللسان بيبقى فيه بابيلي صغيره شعيره صغيره، فبيحدث ان البابيلي كمان بتكبر بتاعه اللسان مع الالتهاب اللي بيحمر اللسان، فيبقى عامل لسان عامل زي الفراوله بالظبط. فانت لو بصيت هنا الصوره دي هتلاقي السكارلت فيفر، اللسان محمر وفي نقط عامله زي نقط الفراوله، فاللسان عامل زي شكل فراوله، فسكارلت فيفر. طيب ولو لقيت البابيلي صغيرة خالص فده يدل على نقص الحديد، انيميا نقص الحديد، برضو بتيجي في الام اس كيو ايرون ديفيشنسي انيميا. وتبص على شكل اللسان، ودي حاجة دارجة جدا بشوفها كتير جدا، ما تتخضش منها. تبص على اللسان تلاقي فيه بقع متشالة كده زي الشكل ده عاملة زي الخريطة، فده اسمها جايجرافيك تانك.
وده حاجة عادية خالص إلى الآن مش معروف لها أسباب، ولكن حاجة بناين ما بتسببش مشاكل كبيرة على المدى البعيد. طيب بعد كده تبص على السيرفس بتاع اللسان، هل اللسان متغرق مية ولا ما فيش مية على اللسان خالص ودراي يعني جاف؟ لو دراي أو جاف فممكن العيان كده داخل في جفاف dehydration، وده من أحد الحاجات اللي بنقيم بقى المريض جوه العناية. عم الحاج طلع لسانك، نبص على لسانه، لسانك ناشف، ده ممكن يبقى العيان عنده dehydration جفاف، زود بقى الفلويد على العيان. طيب ممكن تلاقي اللسان محمر جدا، ممكن في حالات الفيتامين دي في شانس، يعني ما تفرحش قوي ان اللسان محمر وتفضل تطلع لسانك وكده، ده ممكن يبقى عندك نقص فيتامينات. ممكن تلاقي قرح في اللسان زي التي بي والسيفلس، تي بي يعني الضرن والسيفلس يعني مرض زهري، والتروما اتخبط، ولا قدر الله ورم، الورم احيانا بيجي على شكل قرح، والسيستيميك لوبس الذئبة الحمراء بتجيب قرح في الفم واللسان، واشهر سبب انا معلم لك عليه بالاحمر الافسوس ألسر. والافسس ألسر دي قرح بتلاقيها على الشفة وجوه اللسان، جات لكل واحد فينا تلاقي في قرح انت عمال تحسس عليها بلسانك، مؤلمة جدا جدا جدا، مش عارف تاكل منها ولا حاجة، تقعد معاك اسبوع ولا حاجة وتروح لوحدها زي ما جات لوحدها، ودي حاجة حميدة ما تخافش منها، وما لهاش اسباب معينة بتيجي منها ولا ليها دواء معين، هي بتروح لوحدها فما تخافش منها. وتبص على اللسان طبعا تشوف هل اللسان في ديفيشن يعني حادف ناحية اليمين ولا الشمال، يعني الحادف يعني الناس اللي عندهم جلطة لا قدر الله، فبتلاقي لسانه مثلا حادف ناحية اليمين او الشمال. طب ايه اللي بيغذي اللسان؟ قال لك العصب ال 12 اللي هو الهايبوجلوسال نيرف، هايبوجلوسال نيرف هكتبها لك، فلو حصل كتبتها لك اسمه هو الهايبوجلوسال نيرف، ده العصب، احنا قلنا الاعصاب المخية 12 عصب، العصب الاخر واحد فيهم ال 12 اسمه الهايبو جلوسال نيرف، وهايبو يعني اسفل وجلوسال يعني لسان، يعني بيروح يغذي اللسان من اسفل اللسان كده، بيخش اللسان عشان يغذيه. طيب اذا لو حصل اي مشكلة في الهايبو جلوسال نيرف فبتلاقي اللسان مش بيتحرك كويس، فعشان كده بتقول للمريض اللي بتفحصه لو سمحت طلع لسانك بره عشان تشوف اللسان طبيعي بيتحرك كويس ولا لا. بعد كده الاورو فارينكس، الاورو فارينكس دي اللي هو ما بعد الاورال كافيتي، الفراغ اللي ما بعد الاورال كافيتي اسمه اورال فارينكس، وانا يعني قال لك انك بتفحص فيها الاوروفارنكس، طبعا بيحتوي على اليوفيلا اللي في النص دي، خلي بالك الصورة دي اهي الجزء اللي فوق ده يوفيلا، وهتلاقي على جانبيها التونسل، التونسل اللوز، شايف اللوز عليها بقع من الصديد اهوت، شفت بقى عشان لما تشوف مريض عايز تعرف اللوز ملتهب ولا لا، بتلاقي عليها الصديد اللي هو باين ده، وطبعا دي صورة بتعبر عن اللوزتين، وادي اللوفلا، وفي قدام اللوزة في عضلة عبارة عن واخدة قرش قوس كبير كده اهوت، واسمها انتيرور بيلر، المخدة اللي فوق، ورا هي هتلاقي وراها في قوس بس مش باين قوي اسمه المخدة البوستيرور بيلر، يعني عضلة امامية وعضلة خلفية وما بينهم قاعدة التونسل. فانت بتفحص الاوروفارينكس بتقول للعيان قول اه، عشان ليه يقول اه؟ عشان تشوف حركة اليوفيلا بتتحرك ازاي، بتحدف يمين ولا شمال، انما هي الطبيعي تطلع لفوق، الطبيعي انها تطلع لفوق. بعد كده السوفت بلط، قلنا السوفت بلط ده الجزء الفليشي، الجزء اللحم اللي لازق في الهارد بلط العظم اهوت، نرجع للهارد بلط عشان اوريهولك، فاكر اهوت ده الجزء العظم اللون الاصفر ده جزء العظم، وراها من فوق بقى جزء العظم من فوق هتلاقي وراها جزء فليشي لحمي، لحمة اسمها سوفت تيشو، حاجة سوفت، سوفت يعني مش عظم بقى. بعد كده التنسل، قال لك التنسل بقى بص على السايز ومحطوطة
والكلر وعليها ديسشارج، ديسشارج الحاجات البيضة ديت صح احنا قلناها. بعد كده قال لك بالبلبيتيشن، بيت الليمف نود، احنا قلنا الليمف نود هي غدد ليمفاوية متوزعة في كل الفيس وكل الرقبة. قال لك في حاجة اسمها اهوت اللون الأخضر ده كله عبارة عن ليمف نود. في حاجات على الباروتيد، في ليمف نود بتبقى على الباروتيد، وسب لينجوال يعني تحت اللسان اللي هي تحت يعني اللي هي تحت دقنك، وسب مانديبولار اللي هو تحت دقنك، والسب لينجوال يعني تحت دقنك بقى من النص. ما علينا. في كمان السيرفايكال والسوبرا كلافيكولار يعني حاجات في الرقبة ليمف نود متوزعة يا جماعة في كل حاجة في كل حتة احنا عشان ما نطولش. النك بقى الرقبة قال لك في فرق وده مهم جدا، ايه الفرق بين الارتيريال والفينس اللي موجود في الرقبة. تعال على الرقبة هتلاقي في فينس كبير هو اسمه انترنال جاجولار فين، وفي ميديال لي، ميديال لي الانترنال كاروتيد الاحمر، يبقى قصدي الكومن كاروتيد ارتري، يبقى الارتري اللي بالاحمر ده الميديال هو الكومن كاروتيد، واللاترال لي الانترنال جاجولار اللي هو اللي بالازرق. طيب ايه الفرق بين الارتري والفين؟ اول حاجه الارتري انه بلساتايل بينبض، انما الفينس، الفينس بتلاقيه بينبض بتاع الرقبه، انا بتكلم عن الرقبه، الفينس بينبض ولكن ويفي يعني بينبض نبضات مش منتظمه كده، بيرعش زي ما بنقول ويفي. طيب الارتري انك افضل حاجه انك تحسه، فبتحسه بتلاقيه بيقاوم ايديك. طيب انما الفين اللي هو اللي انت شايفه عمال عامل حاجه ويفي زي ان هو كانه بينبض، لما بتحط ايدك عليه النبض بيختفي. فده فرق من الفروقات، يعني الارتري بتحط ايدك عليه بتحس النبض، انما الفين بتحط ايدك عليه ما بتحسش النبض خالص، فحتى ان النبض بيختفي. فيقول لك ان الفين لو سمحت تابعه بعينك، ما تحطش ايدك عليه، بص عليه بعينك على البلسيشن الكتيرة اللي بتحصل فيه. طيب الفين الفين يا جماعة بيتحكم فيه الريسبيريشن، يعني انت لو خدت نفس عميق او خدت اكسبيريشن عميق، العمود بتاع الفين، الفين بيعمل عمود في رقبتك، ما انت لما بتنام بتلاقي الفين منتفخ في رقبتك، بيتنفخ اكتر. يعني لو عملت حاجة اسمها فالزالفا بتلاقي الفين بدأ ان هو انجورج يعني يتضخم عندك، بتلاقيه ملأ عندك، بيبدأ يملى عندك، على عكس الارتري ملوش علاقة بالنفس، الارتري شغال مع نفسه ملوش علاقة بالنفس. ويعني ايه فالزالفا؟ الفالزالفا يعني انك انت بتعمل سترينينج، عارف انت سترينينج يعني تتنفس تطلع هواء كده، كأنك بالظبط بتطلع هواء لبره، بس بتعمل سترينينج يعني اجينست كلوز ابيجلوتس. انا بسرع بس شويه عشان انا تعبت شويه من الشرح، المحاضره النهارده طولت. الفين ليه علاقه بالبوزيشن، يعني الفين كمان انك انت يعني زي ما هو ليه علاقه بالنفس، الفين بيزيد بالفالزالفا والاكسبيريشن، وبيزيد وبيقل بالانسبيريشن. ليه علاقة بالبوزيشن، لو حضرتك طبعا نمت فلات او بتنام 45 او قاعد، بتغير في العمود اللي في رقبتك بتاع الفين. وحتى احنا عشان كده لما جينا بنقول بنفحص الجاجولار فين، بنقولنا بننام العيان 45 درجة. ليه؟ لان احنا عارفين واحنا بنفحص العيان ان البوزيشن مهم في تقييم الفين. طيب الفين كمان بيتأثر بالهيباتيك بريشر، يعني ايه؟ لما انت تضغط على حاجة اسمها هيباتو جاجولار ريفلكس، اهو هيباتو جاجولار ريفلكس، طبعا هو عامل لها لك اتش يو ار، فانا هكتبها لك تحت الفيديو هيباتو جاجولار ريفلكس عشان تعرف معنى الاختصار. استنى اكتبها لك دلوقتي، اهوت كتبتها لك الهيباتو جاجولار ريفلكس، وبعد كده جايب لك فيديو على الهيباتو جاجولار ريفلكس. من باختصار الهيباتو جاجولار ريفلكس من اسمها، هيباتو يعني كبد، وجاجولار يعني الانترنال جاجولار فين الموجود في الرقبه. وايه علاقه الكبد
بالانترنال جاجولار فين، قال لك لما بتضغط على الكبد والمريض نام 45 درجة وبتتابع التغيرات اللي حصلت في جاجولار فين وانت ضاغط بايدك على الكبد، بتلاقي ان العمود الدم اللي في الجاجولار فين بدأ ان هو يزيد نتيجة ضغطتك على الكبد، فده اسمه هيباتو جاجولار ريفلكس. تعال نشوف الفيديو كده. دكتور يلا يا عم خلص يا عم الدكتور، اهو العيان المفروض نايم 45 درجة، ضغط على الكبد وبيبص على رقبة العيان، ركز العيان اهو نفخ اهو، الوريد نفخ اللي هو الجاجولار فين نفخ اهوت، لما يسيب ايده الدكتور هتلاقي الوريد رجع تاني. طيب يبقى اختصارا ان ايه الفرق بين الشريان والوريد في الرقبة؟ طبعا الشريان هو ميديال اسمه الانترنال كاروتيد ارتري، والوريد اسمه هو لاترال ليه اسمه الانترنال جاجولار فين. الانترنال جاجولار فين الارتري بلساتايل بينبط، انما ان الانترنال جاجولار فين بيعمل بلسيشن كتيره كده عامله زي الامواج، يعني مش باين لها معالم. ان الحاجه التانية انك انت تحس الارتري بتحسه بيفضل ينبض تحت ايدك، انما البلسيشن بتاعت الفين لما تحط ايدك عليها بتختفي، فعشان كده تابعها بعينيك افضل. بعد كده الفين بيتغير بكل حاجه، بيتغير عن طريق النفس، بيزيد بيقل في الانسبيريشن وبيزيد في الاكسبيريشن او الفالزالفا، وبيتغير بالهبات وجاجولار رفلكس انك تضغط على الكبد في زاويه 45 درجه، وبيتغير بالبوزيشن له علاقه بالبوزيشن بتاع العيان. عشان كده واحنا بنفحص المريض في الانترنال جاجولار فين لو سمحت افحصه وهو 45 درجه. بعد كده الكاروتيد بالسيشن، طبعا الطبيعي انك انت العيان يا جماعه البلسيشن بتاعت الرقبه ما تكونش باينه، انت تحسها بس، انما تشوف مريض تلاقي البلسيشن عمال ينبض كده في رقبته، فده مش حاجه طبيعيه. ايه الاسباب؟ قال لك هو اسباب اللي بتعمل بيج بالس فوليوم، ده هنبقى نشرحها ان شاء الله في الكارديولوجي، يعني بيزود زياده في الدوره الدمويه اللي ماشيه في الجسم، في سرعه الدوره الدمويه اللي ماشيه في الجسم. ما علينا مش وقتها دلوقتي. وكوزس اوف ذا سريل اوف ذا نيك، انا مش عايزك تبص عليها، مش يعني ديت حاجه كاردولوجي هنبقى نتكلم فيها بالتفصيل. تعالى نتكلم على الجاجولار فين. قياس الجاجولار فين ده مهم جدا جدا بقى يا جماعه، ده مهم جدا قياس الجاجولار فين. قال لك انك عشان تقيس الجاجولار فين، احنا اتكلمنا ان الجاجولار فين ليه علاقه بالبوزيشن بتاع العيان، عشان كده نايم العيان 45 درجة بعد اذنك، وزي ما انت شايف بص بقى هيقيس، ركز بس انا عايزك تركز معايا جدا، الموضوع ده بيجي ام اس كيو اهو. الجاجولار فين اهو حضرتك، هو متضخم شوية عند المريض ده او مالي بزيادة عند المريض ده. بص بقى عشان يقيس بيروح حاطط ايه، بيحط مسطرة على اعلى حاجة في الوريد. بص المسطرة، طيب المسطرة دي شوف بقى هتقابل ايه، هو الجاجولار الجي في بي هو اختصار الجاجولار فينس بريشر. احنا عايزين نعرف ضغط العمود بتاع الجاجولار فين اعلى من القلب، يعني هو زايد العمود ده عن القلب بمقدار قد ايه، عن القلب ركز معايا. طيب بص بقى هيروح جايب مسطره واخدها بشكل عمودي اهي المسطره، حاطط بس ركز بقى في النقطه دي، حاطط مسطره هنا على الاسترنال انجل. هو احنا الاسترنال في الاسترنم، مش الاسترنم عباره عن استرنم عن البودي وبعد كده زيفويد بروسيس، في ما بينهم زاويه هو بيحطها على الزاويه دي، قصدي على الانجل بتاعت الاسترنم، الانجل مش ما بين بودل والزيفويد، لا على الانجل، الانجل بتاعت الاسترنم اللي هو قصاد الضلع التاني، المهم بيحطها على الانجل بتاع الاسترنم. ادي بيحط مسطره وهيجيب مسطره زيها بقى وياخدها من اعلى نقطه من الجاجولار فين ويشوفها هتقابل المسطره التانيه فين. طيب معنى كده ايه؟ تعالى ويحسب الرقم اهو اهو، هيقرب المسطرتين من بعض تمام.
مثلا جابت هنا على رقم 2 مثلا، مثلا هي جابه اكتر من كده، واخدها اهو بشكل عمودي عشان يحسب الجاجولار فينوس بريشر كام بالظبط ويسجل الرقم. طيب بس بعد كده ركز بقى، بعد ما يسجل الرقم ده ارتفاع عمود الجاجولار فين عن الاسترنم، لانه واخد المسطره منين؟ الاسترنم. قال لك عايز تجيب ارتفاعه بقى عن القلب زود عليه 5 سم. ايه هما جابوا منين ال5 سم دول؟ قال لك ده المسافه اللي هتزودها، لان دي المسافه ما بين الاسترنم وما بين القلب من جوه، فتضيف على البتاع دي 5 سم. يعني انت لو طلعتها 2 سم هنا هتضيف عليها 5 سم، يبقى الجاجولار فينوس بريشر تقول لي ان هو عباره عن 7 سم. لو لقيت هنا مثلا الجاجولار المسطره مقابله المسطره على رقم مثلا 5، هتروح ضايف عليه 7 تقول لي ان الجاجولار فينوس بريشر 5 و7 يبقى 12. فهمت؟ طب الطبيعي، عشان كده كل ده عشان اقول لك ان الطبيعي ايه. الطبيعي انك انت لما تقيس، لا الطبيعي بقى من 2 لـ3 لما تقيس من مسطرة لمسطرة، يعني المسافة بتاعة الجاجولار فينوس بريشر على المسطرة تبقى 2 لـ3 وتضيف عليها 5، يبقى حوالي الـ2 تضيف عليها 5 يبقى الطبيعي لحد 7. ده لو انت هتجيب بعده عن القلب، انما لو هتجيب بعده عن الاسترنم الطبيعي من 2 لـ3. طب هتجيب بعده عن القلب هتضيف للـ2 5 يبقى 7، ده النورمال values. اعلى من كده يبقى الجاجولار فينوس، اعلى من 7 يبقى الجاجولار فينوس بريشر عالي. خلاص، اتمنى تكون فهمتوها لانها حته في غايه الاهميه. بعد كده الكوزس اوف كونجستد نيك فينز. بص يا عم، كوزس اوف كونجستد نيك فينز قال لك في اسباب نون بالسيتنج واسباب بالسيتنج. طيب بالسيتنج يعني بينبط، يعني قصده نون بالسيتنج كونجستد نيك فينز، يعني النيك فينز هي فيها دم، بيبقى موجود فيها دم كتير ومتضخمة النيك فينز، ولكن مش بتلاقي، بتبص لها ما بتلاقيش فيها النبض، ما بتلاقيش فيها نبض. طيب ايه اللي يخلي كده؟ باختصار كده عشان ما نتلخبطش، ايه اللي يخلي، ايه اللي يعمل الموضوع ده؟ لو في قفلة، يعني في قفلة، هو الانترنال جاجولار فين بيصب يا جماعة في حاجة اسمها سوبيرور فينا كيفا، والسوبيرور فينا كيفا بيصب في القلب. طيب اذا الانقباضات اللي انت بيصب فين في القلب؟ السوبيرور فينا كيفا، الانفيرور فينا، الانترنال جاجولار فين بيصب في السوبيرور فينا كيفا اللي هو تابع، اللي هو بيصب في الرايت اتريوم اوف ذا هارت، صح؟ طيب اذا الانترنال جاجولار فين هو انقباضات اللي انت شايفه او الاهتزازات اللي انت شايفها في الانترنال جاجولار فين هي عباره عن انقباضات الاتريوم. فعشان كده دايما بقول ايه، ان الجاجولار فينز هي مرايه رايت اتريوم، يعني انت عن طريق الانقباضات اللي في الجاجولار فين تعرف ان دي نتيجه عن حاجات بتحدث جوه الرايت اتريوم. ممتاز. طيب امتى تلاقي الانقباضات دي اختفت؟ لو الطريق اتقفل، الطريق اللي هو ايه، جه السوبيرور فينا كيف حاجه ضغطت عليه وقفلته، زي ايه؟ زي ان يضغط عليها ليمفينود، ماشي، او انوريزم، ماشي، او تيومر يعني سرطان. الموضوع ده اسمه ميدياستاينال سيندروم. يعني ايه ميدياستاينال سيندروم؟ بص، الفراغ اللي ما بين الرئتين اللي جواه القلب وجواه القلب والاوعيه الدمويه بتاعته، الفراغ اللي في النص بتاع الصدر ده اللي التجويف اللي ما بين الرئتين ده، التجويف اللي في النص بتاع الثوراكس ده اسمه ميدياستاينم. فاي حاجه فيها هتضغط على القلب يعمل لي حاجه اسمها ميدياستاينال سيندروم. يعني ايه؟ يعني اسمه اي حاجه كده جوه بتضغط على القلب اسمها ميدياستاينال سيندروم. ايه؟ اي حاجه زي الليمفينود، زي ورم، زي انوريزم، صح؟ طيب او في حاجه بقى ممكن يحدث، ان مش لازم يعني الميدياستاينال سيندروم ده هيضغطوا على السوبيرو فينا كيفا من بره. ازاي؟ لو ليمف نود هتضغط عليه من بره فتقفله من بره وهي بره الفين، او ورم يقفل الفين من بره، صح؟ طب ما ممكن الفين يتقفل من جوه. قال لك ممكن يحدث فيه جلطه او ثرومبوزس. ثرومبوزس يعني ايه؟ يعني جلطه. طيب
تقفل الوريد اسمها ده بيحدث فين؟ يقفل السوبيروفينا كيف، فده بيحدث فين؟ في البهزت ديزيز، بهزت او بهجت. ده عالم مصري اسمه بهجت اكتشف سندروم، السندروم ده بيتكون من 4 اشياء واتسجلت باسمه، فلما سموها سموها بهست، مش عارف يكتبوا بهجت، بتكلم بجد. طيب البهست سندروم بيكون من 3 4 حاجات، الاربع حاجات اول حاجه سوبيرور فينا كيفا ثرومبوزس، يعني جلطات جوه السوبيرور فينا كيفا. طيب تاني حاجه انك تلاقي قرح موجوده في الفم وموجوده في الاعضاء التناسليه، يبقى قرح اورال السرز وجينيتال السرز، يعني في الاعضاء التناسليه. وتلاقي العين فيها التهابات في الايريز، والتهابات بقى في العين كلها ومحمره جدا، ف يوفيايتس، يوفيايتس دي التهابات خطيره على فكره يعني. طيب يبقى الباس. طيب ممكن حاجات كمان تقفل الوريد اسمها كونستريكت كاردك تامبونات. ايه الكاردك تامبونات والكونستريكت بريكاردايتس؟ ادي صوره للكاردك تامبونات. القلب حواليه بريكاردال ساك، البريكاردال ساك ده بيبقى فيها فلويد بسيط جدا عشان يقلل الاحتكاك. ما هو البريكاردم عباره عن غشائين، الغشائين دول بدون سائل بسيط. طب لو السائل ده عشان لما بيتحرك حرك القلب مش يحدث احتكاك بين الطبقتين بتاعة البريكاردم، فلازم يبقى بينهم سائل، ولكن سائل نسبته بسيطة. طب لو السائل ده زاد جدا هيضغط على القلب ويضغط على الأوعية اللي داخلة القلب، خلي بالك هو ضغط على السوبيرو فينا كيفا، ضغط على القلب وضغط على السوبيرو فينا كيفا، فيعتبر قفل السوبيرو فينا كيفا. ده اسمه ايه؟ كاردك تامبونات. خلاص طيب يبقى كاردك تامبونات هي مية في البريكارديال ساك أو البريكارديوم، ميه بتضغط على القلب وتضغط على الفيسلز اللي داخلاه، بتضغط على السوبيرو فينا كيفا، فتعمل قفله في السوبيرو فينا كيفا، تعمل نون بلساتايل نيكفيتس. طيب بعد كده، او في حاجه اسمها، طب لو ما نفس الفكره بقى، لو في تليفات بدل الميه، احنا قلنا الكاردك تامبونات ميه موجوده حول القلب بتضغط عليه ميه كتير. طيب لو في تليفات، التليفات ديت برضو نفس القصة، هتيجي تضغط، هتضغط على القلب وتضغط على السوبيرو فينا كيفا. التليفات ديت اسمها بقى، لو حلت التليفات محل المية بقى المرض اسمه برضو كونستريكتيف بيريكاردايتس، اهو كونستريكتيف بيريكاردايتس. يبقى الكونستريكتيف بيريكاردايتس والكاردك تامبونات عرفنا الميكانيزم ازاي. بعد كده اي حاجة تانية اقراها انت بقى لوحدك، هتعمل بلسيتنج كونجستد نيك فينس. خلاص يبقى الحاجات اللي هتعمل نون بلسيتنج، الحاجات اللي هتقفل السوبيرو فينا كيفا، سواء هو هيتقفل من جوه عن طريق ثرومبوزس اللي هو فيه بهجت او بهست سندروم، او هيتقفل من بره بالميدياستاينال سندروم، اي حاجه في الميدياستاينا بتضغط عليه زي الليمف نود او نيروزمو تيومر، او يضغط عليه من الحاجات من بره القلب زي فلويد يبقى بتامبونات، او تليفات يبقى كونستريكت بيريكاردس، اي حاجه تانية هتبقى بلسيتي. خلاص اقراها انت بقى عشان مش نطول الحلقه. ان شاء الله انا خلصت كل الكلينيكال بالتفصيل ان شاء الله رب العالمين زي الكتاب. هنبدا في النظري باذن الله تعالى، البري اوبراتيف والراديولوجي والحاجات اللي انتم مستنيينها. بالتوفيق، واتمنى تكونوا استفدتوا. واللي عايز يسأل في أي حاجة في الكلينيكال يسألني بعد إذن حضراتكم. بالتوفيق يا شباب، مع السلامة.